تسمعون بكلمة الخيمة، يقول خيمة الشرق الأوسط الجديد، ويفرضون حتى على الجزائر أن تكون ضمن هذه الخيمة. والخيمة اللي ما يعرفهاش في الصحراء واللي عنده الضيق، راهي الخيمة هذه راه يرقد فيها موالي البيت ويضيفوا فيها الضياف، وحتى المعزة نتاعو هذيك يربطها داخل الخيمة. حابين يديروا من الدولة الجزائرية معزة مربوطة داخل الخيمة تقودها إسرائيل. شوفوا دول أخرى، شوفوا أنظمة أخرى قابلة أن تكون جزء من الخيمة. الجزائر لن تكون جزءا من خيمة من هذه. الجزائر خيمة كبيرة، اللي قصدها وبات بالجوع يبات في الدفا، والجزائر توكل وتدفي. أما أن تكون تابعة لنظام صهيوني يقود خيمة عربية، والخيمة هي الخيمة الكبيرة، يقولوها احنا عندنا في الجزائر الخيمة السوداء رمز للقبلة، وعندنا الخيمة تاع أولادنا الحمراء رمز للكرم والدم، مش دم الإنسان، ذبح الخروف باش يكرم الضيف نتاعو. أما عندنا خيمة ثالثة سمعنا بها، خيمة يسموها للعمالة وللتبعية وللصهيانة ولضرب المقاومة، هذه الجزائريين ما ترباوش عليها.